علاقته بالأحزاب السياسية وعلاقته بالدولة بصفة عامة، فالأكيد أننا على الأقل مستوى التقسيم التاريخي لابد من إشارة إلى التحولات اللي عقل المريض أو ما يراقب مريض انتقاد ديمقراطي. فالكل يعرف بأنه مفهومنا العام لم يكن مطروح من حيث المراقبة ديالو في سنوات معينة، لماذا؟ كان الهدف هو وضع أو ضمان استقرار النظام السياسي، والمال العام كان دائما أداة لضمان الاستقرار. فإذا ما تحدثنا عن الفساد المالي فالأكيد أن هذا الرصيد التاريخي له دور كبير في خص هذا الفساد. لكن المتحولات لأخر المريض مع بوادر الانتقال الديمقراطي والانفتاح السياسي، بدأنا نلاحظ مجموعة من التغيرات أو الإصلاحات المرتبطة للخروج من مفهوم الدولة بين قوسين استبدادية إلى مفاهيم الدولة الديمقراطية. ومن مفاهيم الدولة الديمقراطية هو أن المال العام يعتبر في ملك الجميع ويستعمل من أجل مصلحة الجميع. إذا ستلاحظ هنا أن من خلال الانتقاد الديمقراطي المغرب سبق على أغلب الاتفاقيات المغلقة بحقوق الإنسان، وسبق كذلك على اتفاقية محاربة الفساد سنة 2007. عندما نقول بأن المغرب سبق على اتفاقية محاربة الفساد فإن التأكيد أنه أصبحت له التزامات دولية من أجل تنزيل القواعد والمؤسسات المرتبطة بحماية المال العام. حتى الدستور في 2011 بطبيعة الحال أتى بمجموعة من المبادئ، مجموعة من المؤسسات، مجموعة من القواعد التي لها علاقة بتنزيل بين قوسين اتفاقية محاربة الفساد لسنة 2017. فإذا ما باختصار شديد حاولنا أن نقرأ التسامة أو القواعد المعيارية الموجودة في مساق القانون المغربي، نجد بأنه مجموعة من المؤسسات ومجموعة من القواعد وضعت من أجل تنزيل قواعد اتفاقية دولية لحماية المال العام أو محاربة الفساد. ومن بين هذه القواعد تجد مثلا علاقة الأحزاب السياسية مقتضية المادة 7 من الدستور التي أصبحت تنص على أن المال الأحزاب يخضع لتدقيق الحسابات من طرف المجلس الأعلى للحساب. هذه القاعدة لم تكن موجودة قبل، لأن الأحزاب ما كان يهمه السلطة السياسية هو الولاء الحزبي، ولا يهمه التصرف بشكل عقلاني في المال العام. إذا انتقلنا إلى المفاهيم المرتبطة بحماية المال العام، إذا قضية المادة 7 أصبحت تنص كمبادئ دستورية على أن الأحزاب السياسية ملزمة أن تحترم قواعد حماية المال في التحصل عليه وخلال المالية العامة التي تقوم بتسييرها، وأعطى الصلاحيات القانونية لمجلس الحسابات لمراقبة وتدقيق الحسابات. تنوجد كذلك قضية المادة 147 من الدستور المغربي الذي وسع عن صلاحيات المجلس الحسابات. نعرف بأن مجلس الحسابات ليس مؤسسة جديدة بل كان موجود في التساتر المغربية منذ 1995، ولكن في إطار دستور 2011 وسع من صلاحيات اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، وأصبح من مهامه هو تدقيق الحسابات الأحزاب السياسية، مراقبة الدعم والمال العام الذي يمنح أو تسلم من طرف الدولة للأحزاب، وكذلك مراقبة تصريح الممتلكات. إذا لاحظوا بأن مجموعة المفاهيم اللي عندها علاقة بمراقبة المال العام أصبحت موجودة في صور الوثيقة الدستورية. بطبيعة الحال الدستور نفسه نص على مؤسستين، يعني رفعهم من الإطار القانوني كما نقول أو الإطار القانوني أصبحوا مؤسسة دستورية. هناك مجلس المنافسة وهناك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. هذه المؤسسات كذلك مؤسسات هدفها هو محاربة الفساد وحماية المال العام. إذا رجعنا للنصوص القانونية ما بعد الدستور كنوجدوا نصين تنظيميين عندهم علاقة بشكل مباشر بحماية المال العام ومحاربة الفساد، وهناك
نصوص تنظيميه اخرى او قوانين تنظيميه لا كذلك الفكره المبشره علاقه بحمايه الملاعب. النص الدستوري الاول نص او القانون التنظيمي الاول هو اللي عنده علاقه بمقتضيات القانون التنظيمي كان ضمن اجزاء الحسابات مقتضيات الماده 3 نص على انه او اعطى الاجراءات اللي يمكن انه المجلس يراقب ماليات الاحزاب او يراقب اقتراحات الاحزاب. وكاين هنا نص قانون تنظيمي اخر هو القانون التنظيمي للاحزاب السياسيه اللي هو 1120 اللي كذلك نص على مجموعه من المقتضيات المفروض انه الاحزاب تحترمها في نفس التدبير ديالها المالي وكذلك استعمال الاموال العامه اللي تحصل عليها وفق القوانين المنصوص عليها. هنا كنوجدوا مقتضيات المواد 32 و 43 و 45 اللي غنكمل نرجع لهم من بعد فيما يخص تدقيق تدقيق ماليات الاحزاب. اذا هذه المقتضيات القانونيه اللي حاولت ان تحمي المال العام. في طرح هذا التنزيل نستحقوا كذلك والاخوان اللي كينشطوا في المجتمع المدني على علاقه بحمايه المال تعرفوا هي الخطه الوطنيه لمحاربه الفساد او الاستراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد اللي كانت وضعت في 2016 2017 2018 وضعت برنامج الان المفروض انه يمشي في اتجاه ديال تنزيل المقتضيات او التزامات المغرب الدوليه اللي عندها علاقه باتفاقيه محاربه الفساد. الان هذا هو الاطار القانوني اللي المفروض انه تسبع فيه او الفاعلين المهتمين او المعنيين بمحاربه الفساد. اذا هل توفق المغرب على المستوى الواقعي في الحد من الفساد؟ هل انتقلنا من ما كان يروج قبل مرحله الانتقال الديمقراطي الى ما يعود الان على الاقل هو الانتقال الديمقراطي؟ هذا هو التساؤل يمكن انه نطرحه. قبل ما ندخل المسائل الاجرائيه لابد من الاشاره بشكل مباشر الى برامج الحزبيه. مازال ان الندوه عندها علاقه بحمايه المال العام في البرامج الحزبيه. اذا رجعنا لبرامج الانتخابات يعني ما نقولوش التقارير الذهبيه نمشيو مباشره لبرامج الاحزاب الانتخابيه في اخر انتخابات ديال 2021 كنوجدوا بان هناك نوع من كما قال السيد المشكور نوع من محاولات القراءه للنسخ القانونيه المؤسسه الدستوريه. ولكن التساؤل طرح هل هذه المحاوله القراءه تعكس بالفعل سلوكيات الفاعل الحزبي على طول الملعب؟ داخلنا مثلا احزاب الاغلبيه اللي هو الاثار الحرب والاثار المعاصره والاستقلال كنوجدوا في البرامج الحزبيه بعض منهم مركز على المؤسسات يعني انه يعي بانه سيقوم بتفعيل او تطوير المؤسسات المرتبطه بحمايه المال العام. وهنا اتحدث عن الهيئه النزاهه مجلس المنافسه وكذلك ضمان من يسمى المنافسه الشريفه والتركيز على اصلاح الاداره. هناك من يركز على الاجراءات ذات الطبع الايديولوجي غالبا كان وتحدث هنا على تجمع الاحرار كان في برنامجه اشار بطريقه مباشره الى ان محاربه الفساد كان عباره عن ديماغوجيه بطبيعه الحال الاشاره الى التوجهات السياسيه التي كانت في مرحله معينه منذ 2011 الى 2021 حامله للواء محاربه الفساد. اعتبر بانه مجرد مقاربه ديماغوجيه وان برنامجه قائم على تفعيل المؤسسه الدستوريه المرتبطه بحمايه المال العام ومحاربه الفساد. وهنا اتحدث على الهيئه الوطنيه والهيئه للنزاهه ومقام الحشوه وكذلك مجلس المنافسه وتصرع واشار الى ان وجود هذه المؤسسات هي في حد ذاتها ضامنه لانها تضمن المساواة بين كل الفاعلين وان التحدي الحق المطروح على المغرب هو خروج او تطوير اقتصادي واجتماعي والثقافي والتعليمي وغيرها. هناك
إشراك كذلك من طبيعة الحال تجمع بالنسبة للأصل والمعاصر يركز كذلك على المؤسسات. لاحظوا أنه على المستوى الحرب اليمين غالبا ما تركز على تفعيل المؤسسات. نرجع إلى الأحزاب المعارضة نحضروا هذه الأمية مثلا أنها كانت تركز على المسائل المرتبطة بالتدبير الحكومي، لأن التجربة التي درست من خلال السلطة على مدى الولايتين ربما تشير إلى بعض المقترحات أو بعض التجارب التي قمت بها التي لها علاقة بشكل مباشر أو مباشر بحماية المرأة ومحاربة الفساد، وربما تركز على ضرورة تفعيل ما يعرف ب أو برنامج إصلاح العدالة من خلال تنزيل توصية مدرسة مدرسة حمومة العدالة، وكذلك التركيز على قيم دينية لأنها مرتبطة بالتربية على المواطنة مرتبطة على محاربة الفساد. إذا في حين أننا نجد مثلا بالنسبة للأحزاب الأخرى التي كان معترضة بالدرجة الأولى في الحراك الاجتماعي فهي تعترض بأن محاربة الفساد في برنامجها هي ممارسة يومية وأنه لا بد من إشتات هذا الفساد لأنه يشكل العائق الحقيقي الذي يحول ما بين التنمية والتطور. إذا باختصار شديد جدا هذه هي القراءة التي يمكن أن نشير إليها في نقاش البرامج الحزبية. يمكن أنه نتطرق الآن هل الأحزاب التي مارست السلطة بشكل مباشر الآن في الطبقة الأغنياء هل بالفعل استطاعت أن تقوم بتنزيل المؤسسات أو وضع قواعد حقيقية يمكن أنها تقوم بحماية المال العام ومحاربة الفساد. هناك نقطة أخرى التي لابد من الإشارة إليها وهي الإطراف على مستوى الممارسة. نعرف بأنه على مستوى الممارسة أو محاربة الفساد ومحاربة المال العام هو الإشارة المشهور فيها الجانب السجلي. إذا حاولنا أنه نتكلم الآن على حجم الفساد يمكن التعامل معه بمؤسسات فقط اللي هي دستورية أو غير دستورية، بل لابد من استحضار الجانب السجلي لأنه نعرف بأنه المال جبان والذي تعود أن يحصل على المال فلا يمكن أن تحد منه إلا بالجانب السجلي. فهذا الجانب يمكن أنه نقول بأنه مضيف على شكل كبير كمرحلة المحاكم قبل الانفتاح ومرحلة ما بعد الانفتاح. محاكم قد يتم الاعتراف بأنه الأمر لا يتعلق بالمحكمة الخاصة التي كانت هي مختصة بالبت في الجرائم والأفعال المرتبطة بالاعتداء على المال العام والفساد بصفة عامة، في حين أنه بعدما تم إلغاء المحكمة اختصاص أصبح يرجع إلى قسم جرائم الأول بمحاكم الاستئناف. قسم جرائم الأول بطبيعة الحال بمحاكم الاستئناف هي التي لها الصلاحية فيما يخص متابعة الأشخاص أو الأفراد أو الجماعات يمكن أنه يرتكبوا جرائم أو أفعال فيها نصب للمال العام. إذا رجعنا للقانون الجنائي كنوجد كذلك بأنه هناك أنواع من الجرائم التي لها علاقة بشكل مباشر بالمال العام. هناك وهذه الجرائم ممكن نصدرها مقتضيات الفصول 241 من بعده، وتشير إلى جرائم مرتبطة بالاختلاس، جرائم الرغب، جرائم الاستفادة من منفعة بناء استعمال غير مشروع للوظيفة، هناك جرائم كذلك ديال الرشوة، وجرائم ديال استغلال النفوذ. إذن بصفة عامة هذه الجرائم التي لها علاقة بالمال العام. والأفعال بطبيعة الحال التي لها علاقة بالمال العام كيف ديالها كجرائم تختلف باختلاف قيمة المال العام اللي تم الاستيلاء عليه او تم الحصول عليه كرشوة او تم استعمال الاستيلاء عليه خلال الضرب او غيرها جرائم اخرى. اذا كان المبلغ يتجاوز 100 درهم فالامر يتعلق بجناية وتحال على قسم الجرائم الاول لدى محكمة الاستئناف. اذا كان المبلغ اقل من 100 درهم فالامر يتعلق بجناحة وتحال على محاكم الابتدائية. إذا هذه مجموعة من النقاط التي علاقة بالجانب السجلي،
وهي مجرد رؤوس أقلام لفتح النقاش من بعد. هناك المستوى العملي نقطة لا بد من استحضارها وهي مرتبطة باستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد التي وضعت. هذه الاستراتيجية بطبيعة الحال كان المفروض أن توصل السنة ما قبل الأخيرة لأنها تضاف على تطوات المراحل محاولة في 2019 ثم المرحلة الثانية 2019-2020 ومرحلة الأخيرة هي 2020-2025 بهدف الاستراتيجية لها أبعاد مختلفة في الجانب التواصلي في الجانب التربية في الجانب التجريبي وفي الجانب المؤسساتي بهدف أن تلقى أولا تربية النشأ على حماية المال العام باعتباره بأنه رافد أساسي للتنمية والنقطة الثانية في قيم التواصل والنقطة الثالثة هي يعني عندها علاقة بالجانب الإداري تعرفوا الآن بالنسبة للنقطة فهي تتمفصل مع جميع إدارات الدولة والمجتمع المدني والمجتمع بصفة عامة لأن عنده علاقة مثلا عنده علاقة بالحق في المعلومات عنده علاقة بمستوى الأمن الإدارة عنده علاقة بأقلامة الإدارة هذه كلها أشياء المفروض أنه بمجرد التطور أكيد أنها تؤدي إلى حماية المال العام. في الأخير يمكن أن نقول بأن مسألة حماية المال العام في علاقته بالأحزاب السياسية هي قائمة على طبيعة المجتمع وطبيعة الدولة كذلك. إذا كان المجتمع تم تكوينه وتربيته على قيم ديمقراطية ومساواة أكيد أن المجتمع سيرفض الدخول في هذا النوع من السلوكيات والممارسات التي علاقة بالفساد ولا علاقة بالاستيلاء والتعامل مع المال العام بشكل سلبي. أما إذا كان بطبيعة الحال مبني على أساس أن المصلحة الفردية الخاصة فغالبا ما تؤدي الى نتائج عكسيه. ناخذ على سبيل المثال الانتخابات وهي المدخل ديال الملعب على علاقه بالاحزاب. اذا رجعنا للقانون التنظيمي للاحزاب السياسيه القوانين والمراسيم المنظمه العامه الانتخابيه سوف تلاحظون بان الدوله تساعد او تقوم بدعم الاحزاب السياسيه من اجل القيام بالدور ديالها المستعد دستوريا وهو تقطير المواطنين ومحاولة البرامج من أجل ممارسة السياسة والسلطة. إذا دعم الأحزاب بالمال العام هو مستحب لما لأن تعطيه واحد الدور واحد الإمكانيات المادية باش تقوم بالدور ديالها. السؤال هو واش هذه الأحزاب بالفعل تقوم بهذه الأدوار. النقطة الثانية هو أن هذا الدعم المفروض أن يتم بشكل مبني على المساواة. إذا حاولنا نحل المعايير أو الشروط الواجب توفرها في الأحزاب المسؤولة عن المال العام، كنوجدوا بأنها فيها جانب موضوعي وفيها جانب غير موضوعي. الجانب الموضوعي هو أنه مثلا لكي يحصل حزب سياسي معين على الدعم الدعم على الدولة وفي هذه النقطة هذه هناك أربع أنواع من الدعم. هناك الدعم اللي عنده علاقة بالتسيير اللي كيكون الدعم السنوي، هناك الدعم اللي عنده علاقة بالانتخابات تمويل الحملة الانتخابية، هناك الدعم اللي عنده علاقة بتنظيم المؤتمر العادي هذا يمنح مرة واحدة كل أربع سنوات، وهناك الدعم اللي عنده علاقة بالقيام بالدراسات والأبحاث بهدفها هو تطوير جانب التفكير والتحليل والابتكار بالنسبه للجانب الحزبي والجانب الحزبي والجانب السياسي. بالاضافه الى دعم اخر اللي هو عنده علاقه بالانتخاب كذلك هو اذا يتم ترشيح عدد معين من النساء في اللوائح المحليه. اذا هذا الجانب اللي عنده علاقه بالجانب الموضوعي. وكاين حزب يحصل
بالنسبة للدعم الأول لأنها تقصير الأحداث تحصل على مبالغ ربما جزئية، في حين أنه الدعم اللي عنده علاقة بالانتخابات والأحداث الدعم الأول، الدعم الأول هو كيشتغل أن الحزب يشارك على الانتخابات. الحزب ينبغي يحصل على 1% من الأصوات المعبرة. الحزب كذلك ينبغي أن يقوم بالتغطيات على الأقل ثلث اللوائح الانتخابية المحلية لمجلس النواب، والمغرب الحزب كذلك والثلث يجب أن تكون موزعة على الأقل 3-4 جهات. ومن طبيعة الحال ينبغي أن يرشح على الأقل في 3 لوائح محلية شباب أقل من 40 سنة، وفي لوائح جهوية على الأقل امرأة على مستوى رأس الدائرة. عندنا الشروط المتوفرة لكي تحصل على الدعم، إذا لم تضبط الشروط لا يمكن أن تحصل على الدعم. بطبيعة الحال الشرط الثاني هو اللي عنده علاقة بالحملة الانتخابية وسميتو المبلغ ديال الانتخابات، هو اللي عنده علاقة بالعدد المقاعد المحصول عليها وعدد الأصوات المحصلة عليها. تلاحظوا بأنه هذا المعطى كيشجع ربما تدفع الأحزاب أنها تقلب على المقاعد أكثر من تقلب على تنفيذ البرنامج الحزبي. تلاحظوا بأنه الآن الأحزاب يمكن أنه بحال شي كرة القدم كتنتج لاعبين جيدين باش يمكن أنه يفوز بالمباراة، هذا هو بشكل كاريكاتوري، بما أنه خاص نجيب واحد اللي عنده الشطارة وعنده العلاقة باش يجيب لي مقاعد. أما المناضل الحزبي اللي كتبنى الموقف وديه ربما كل ما يجي صراحة كيطرح إشكال ديال التأطير. النقطة الأولى هي التأطير الحزبي وتطبيق البرنامج اللي المفروض أنه تيأمن به الحزب، وهي ربما هذه التحديات المطروحة على حسب الأحداث التقدمية. إذا هنا بطبيعة الحال كنشوفوا بأن الإشكال يعني تولي بين قوسين، هل سنسعى للحصول على المقاعد أم سنسعى إلى دفع مناضلين مؤمنين بقيام الحزب من بدء الحزب باش يمكن أنه نطبق البرنامج المفروض أننا كنناضلو عليه. هناك نقطة أخرى اللي المفروض أن هذا الحزب أو هذا الدعم وهي اللي عندها علاقة بجلب المراقبة، أنه ملزم أن يقدم تقرير سنوي لمجلس الأعلى للحزب، وهي طرقنا في الأول، بمعنى أن كل ما المبلغ المادي اللي غادي تحصل على الحزب المفروض ان يقوم بوضع تقرير وفق نظام محاسبي موضوع مرسوم خاص بالمحاسبه الحزبيه، يعني ان توضع واحد تقرير محاسبه تقرير حسابات يمكن ان توضع لدى المجلس الاعلى للحسابات، بناء عليه هو اللي في الملاحظ هو الموضوع النقاش الان على مستوى التقرير الاخير يعني علاقة بسنة 2020، مع العلم أن هناك مجموعة من التقارير السنوات الماضية منذ 2015 إلى 2022، وكان دائما المجلس ديال الحسابات كيعطي ملاحظات، مثل به ملاحظات هو أنه الأحزاب ملزمة في إطار القانون التنظيمي للأحزاب ولا في إطار المجلس القانون المنطقي للمجلس ديال الحسابات أنها ملزمة أنها تقدم التقارير السنوية للمجلس الأعلى الحسابات قبل وحده مرة من كل سنة. إذا ما تنقدموا خارج الأجل فغالبا كتكون ملاحظة للحزب. أن هذا التقرير ينبغي أن يكون مرفق بالفواتير التي تبرر أوجه الصرف، بمعنى أنه المبالغ التي يتم حتى إذا ما عندهاش علاقة بالمال العام، يعني المبالغ التي تمنح للحزب على شكل هبات والصلاة ينبغي أن تكون في إطار السقف القانوني، لأنه القانون التنظيمي للأحزاب حدد سقف الهبات بالنسبة لكل شخص سواء كان مواطن أو خارج الحزب أنه لا ينبغي أن يتعدى 600,000 درهم في العام. لا يجوز أن يتم دعم الأحزاب أو هبة معينة من طرف مواطن أو من طرف شخص معين أن تتجاوز 600,000 درهم. حتى بالنسبة للحملة الانتخابية نفسها تلاحظوا بأنه على مستوى هناك جودة على مستوى النص القانوني ولكن ما نقولش كيف التطبيق. مثلا في الحملة الانتخابية كتنص على أنه ناخذ على سبيل المثال انتخابات مجلس النواب، أنه تمويل الحملة الانتخابية للمرشح لا ينبغي أن يتجاوز 500,000 درهم. كنت عرفت تقريبا
الانتخابات ديال مجلس النواب بالنسبه للذكر كما لقاء واحد قانونيا لا يجوز للمرشح ان تكون ميزانيه مخصصه للحمله تتجاوز 500,000 درهم والا خرق قانوني. القانون نفسه يحدد طريقه الحمله الانتخابيه بمعنى انه وجوه الصرح منظمة الحملة الانتخابية محددة شرع خطط برنامج لقاء وغيرها هما يمكن أنه وصلوا إلى الزور كما تيقولوا الشيء المفروض أنها خارج إطار القانون. فتلاحظوا بأن إذا هناك النص القانوني وهناك الواقع القانوني وهناك كيطرح المشكل المال بين قوسين الحرام لأنه إذا كانت مرشح معين تستعمل أموال بشكل مكثف بدون ضبط المصدر ديالها ضبط القانون هذاك المبلغ ديال الحملة الانتخابية ولا المبلغ ديال الكذبة خصو يحدد المصدر ديالو باش نعرفوا بالفعل واش المال هو مال مشروع ولا غير مشروع. إذا لا مشى في هذا الاتجاه بأنه أكيد أنه ميمكنش أنك مسؤول أنك تستعمل المال الحرام فغالبا وكتعرفوا التجربة ديال أمريكا اللاتينية. إذا الهدف من هذه المقررات القانونية هو أنك تضمن مجموعة من المبادئ المنصوص عليها في الدستور، مجموعة من المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية محاربة الفساد، مجموعة من المبادئ المنصوص عليها كذلك في القوانين بهدف أن الأحزاب تقوم بالدور ديالها الدور المستعد الدستوري وهو التطبيق. النقطة الأولى اللي كتشرح فيها هو أنه بالدرجة الموضوعي غير موضوعي، وأنه هذا طريقة ديال التدبير المالي لا يأخذ بعين الاعتبار الحضور الحزبي في الحياة السياسية، الأحزاب اللي تقوم بفعل التقرير، لأن كاين أحزاب من فوق تبان مرة خمس سنوات، كاين أحزاب اللي تقوم بالتقرير، المفروض أن تكون حاضرة كذلك فيما يخص الدعم ديال المال العام، لأن بدون دعم المال العام ما يمكنش أن نصوروا الحزب السياسية حاليا. إذا قارنا إذا درنا مقارنة مثلا المستوى الميزانية كنوجدوا بأنه الأحزاب تسير بمبالغ مالية ضائعة وأحزاب تسير بمبالغ ربما كانت تسير تجريدا. مثلا الحزب المغربي الآن الميزانية ديالها في 2021 اللي كانت الانتخابات هو 122 مليون درهم، 122 مليون درهم. هاد 120 مليون درهم فيها تقريبا 55% من المال العام، والدعم اللي عنده علاقة بالدعم المؤسسي الحملة الانتخابية وغيرها، و 45% هو الدعم أو المال ديال الحزب من خلال الهبات، من خلال الوصايا، من خلال المبالغ المحصلة عليها من خلال السياسة ديال الإعلان الحزبي، من خلال بعض المبالغ المحصلة عليها فيما يخص العقارات اللي كان أنه يسيرها الحزب. وهناك أحزاب اللي أغلبية ديالهم كيتجاوز في الميزانية ديالها 2 مليون درهم، ما بين 2500 و 2 مليون درهم، وهناك أحزاب تقريبا كتجاوز الميزانية ديالها 350,000 درهم. إذا هاد النوع من الأحزاب غالبا أنه الدعم ديال الدولة كيتجاوز 75%، وكاين أحزاب اللي الدعم ديال الدولة هو المصدر الوحيد اللي عنده على مستوى الحساب المالي. كطرح السؤال هو واش الحزب ما عندوش أصلا مناضلة؟ إذا لا يعقل أن الوحيد على الأقل عنده مناضلة تلقى 5,000 درهم 6,000 درهم على الأقل، كتلقى زيرو ديال الدعم، لأن عنده الدعم فقط ديال الدولة، في حين أن هناك أحزاب اللي المفروض أنها الآن كتتحرك بشكل منطقي، الميزانية ديالها كتجوز 2 مليون درهم فالسنة الانتخابية، أما الرجال الدعم اللي عنده علاقة بالحملة الانتخابية فغالبا كتجوز الميزانية ديال السنوية 700,000 درهم. إذا هذه مجرد رؤوس أقلام في كل ما له علاقة بالتنظيم الحزبي والمال العام والتدبير العقلاني من أجل الوصول إلى الديمقراطية وحقوق